السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، أختي المباركة، لو بتعاني من الصداع المزمن أو الشقيقة، أو إن في آلام كده بتنزل على عينك وبعد كده بتوصل لهنا، وبتاخد بعض العلاجات ما بتفيدش معاك، لربما إن يكون ده بسبب عين أو بسبب حسد. حتى لو ما كانش بسبب عين وحسد، اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء من كل داء. أنا كل ما أرجو منك يا أخي الكريم إنك أنت تستمع معايا في الدقائق المعدودة القليلة اللي جاية ديت، وبإذن الرحمن جل وعلا الصداع اللي عندك هيختفي نهائيا، حتى إن الألم اللي موجود في عينك هتبص تلاقيه زال. كذلك أيضا لو بتعاني من الشقيقة المزمنة هيحصل معاك ثلاث حاجات. الحاجة الأولى يا أخي الكريم، هتحس إن في تنميل في فروة الرأس، بعد كده سبحان الله هتحس إن الرأس ابتدت إن هي تصبح باردة، وربما ان يحصل تعرق في الجبهة بتاعتك. كل ما ارجو منك الان يا اخي الكريم حاجة واحدة فقط لا غير، انك انت تعتقد في نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على شفائك، وتعرف ان القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. كل ما اطلبه منك بس انك انت تتوضأ، اتوضأ وتغمض عينك، عايزك تغمض عينك وتتدبر معايا الآيات القرآنية اللي أنا هقرأها ديت، وحاول إنك أنت وأنت مغمض عينك تركز على الصداع اللي بتشتكي منه. أنا عارف إن الصداع بيكون متعب جدا، ولا يعلم بصاحب الألم إلا اللي بيشتكي منه أخي الكريم. فأسأل الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك الألم اللي أنت بتشتكي منه الآن، وإن شاء الرحمن هيخف، بس ثق في ربك. جاهز؟ ها، توضيت؟ نبدأ؟ أغمض عينك الآن، أغمض عينك، تدبر الآيات القرآنية، وحاول إنك أنت تستشعر موضع الصداع اللي عندك، وشوف اللي هيحصل فيه دلوقت. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله، بسم الله. يسحب
الصداع اللي في الرأس، يسحب الصداع اللي في الرأس والعين، يسحب الصداع اللي في الرأس والعين وينتقل إلى اليد اليسار، يسحب الصداع اللي في الرأس، تنمي فروة الرأس الآن، تنمي فروة الرأس الآن، ويسحب الصداع، يسحب الصداع، يسحب الصداع، يسحب الصداع. أي عارض مسبب صداع أو ألم في العين أو مسبب شقيقة يخرج الآن وينتقل لليد اليسار، يخرج الآن من الرأس وينتقل لليد اليسار، ينزل من الجانب الأيسر الآن، ينزل من الجانب الأيسر الآن، ينزل من الجانب الأيسر وينتقل من الجانب الأيمن لليد اليسار بأمر الله. يسحب الألم اللي في العين، يسحب الألم اللي في العين، تسحب الغشاوة اللي على العين بأمر الله، تسحب الغشاوة اللي على العين بأمر الله، تسحب الغشاوة اللي على العين بأمر الله. غمض عينك يا أخي الكريم ما تفتحهاش. تسحب الغشاوة اللي على العين بأمر الله، تسحب 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 إلى الأعلى، يسحب الصداع، يسحب الصداع، يسحب الصداع، تسحب الشقيقة، تسحب الشقيقة الآن بأمر الله، تسحب الآن، تسحب الآن من الرأس، تسحب من الرأس، تسحب من الرأس، تسحب وتختفي نهائيا من الجسد، تختفي بأمر الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله. يسحب الصداع، يسحب الصداع، يسحب الصداع، يسحب الصداع. تعرق الرأس الآن، تخرج كل نفس، تخرج كل نفس في الرأس، تخرج كل نفس في الرأس. يخرج الصداع على هي تعرق بأمر الله. يخرج الصداع الآن على هي تعرق. يخرج الصداع وألم العين على هي تعرق الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسحب كل شيطان موجود في الجسد الآن. غمض عينك يا أخي الكريم. يسحب كل شيطان موجود في الرأس والعين. يسحب كل شيطان موجود في الرأس والعين. يختفي الصداع اللي موجود في الرأس نهائيا ولا يعود مرة ثانية. ولا يعود مرة ثانية. ولا يعود مرة ثانية. تبرد الرأس الآن بأمر الله. تبرد الرأس الآن ويخف الألم اللي فيها. بسم الله.
بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان نضاختان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله. الآن ينتقل كل الآلام لليد اليسار. تنتقل الآن لليد اليسار. تنزل إلى الساعد بأمر الله. تنزل إلى كف اليد بأمر الله. تنزل الألم كلها لكف اليد. تسحب من كف اليد وتختفي وتتعرق الرأس ولا يعود لها الألم مرة ثانية بأمر الله الواحد الأحد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يكون شفاك الآن. أخي الكريم، حصل معك تعرق في الرأس وبرودة زي ما قلت لك وتنميل ولا لا؟ بعد كده ما حسيتش أن في حاجة بتنسحب من عينك كده وبتنسحب من رأسك وبتنزل لدراعك اليسار؟ لو حصل معاك كده ياريت تضع لي كومنت أسفل الفيديو وتكتب لي إيه اللي حصل معاك أثناء الاستماع لهذه الرقية. وأنصحك يا أخي الكريم نصيحة أخوية، إن الشقيقة احتجم منها النبي صلى الله عليه وسلم في الهامة، بتكون في المنطقة ديت، ما رح تخسر أي شيء. لو حلقت شعرك صفر. أما النساء بيحطوا لهم عسل تقريبا الأخوات اللي بيحجموا وبيعملوا لهم الحجامة على الشعر. أنت كرجل أو كامرأة تروح الحجامة وانت تروح لحجام تقول له حط لك كاس في منطقة الهامة هنا، هسحب لك الصداع والوجع اللي بيكون موجود في العين، وتقول له حط لك كاس في اليافوخ اللي هي المنطقة ديت، وتقول له حط لك كاس في الأغداعين. صدقني يا أخي الكريم
ما راح تشتكي من الشقيقة نهائيا، وهذا علاج ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما تداويتم به الحجامة. لو بتعاني من الشقيقة وألم في عينك، حاول أنك أنت تحجم في الأربع مواضع: الهامة، اليافوخ، الأخدعين. وهذه هي نصيحتي لك. أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك، واجعل هذه الرقية خالصة لوجهه الكريم، واجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم إن شاء الرحمن، وميزان حسنات جميع المسلمين، وميزان حسنات كل من قام بنشرها وساعد على انتشارها إن شاء الرحمن. حاول يا أخي الكريم تكتب لي أسفل الفيديو إيه اللي حصل معك، وإن شاء الرحمن ربما أن أنا أجيبك. ليك أطيب تحياتي، أنا أخوك يوسف أحمد. ما تنساش أنك أنت تدوس لايك للرقية، وتضغط سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.